على قد الجيب ما يجيب حضوري 50 عريب. Hey man. Yeah woman. قلت لكم النهارده فيديو تخطر بخير جاحد. Let's go. فهو انت ما هجمش عليك يعني اللي بيقولوا اللي كسف من بيت عمه ما خلفش منها. احنا عندنا بعدين نتفرج على بعض. هو عندكم حديد هو ساحب ايه ورا يعني هو جاب ورا هو حاجة. جامد جامد الفيديو. مش عايز اعمل صوت بس ان احنا الساعه 3 بالليل و لا 3 الساعه 3 بالليل فاهم. ليتس جو الفيديو الثاني بقى. شاب عجبته بنت زي القمر راح لوالده قال له يا ابويا انا هموت ان انا اتجوز واحده. قال له تعالى يا ابني من عينيا الاثنين. ابوه راح تقدمه للبنت. بعد ما خرجوا قال له ايه رايك يا والدي؟ قال له رايي في ايه؟ قال له رايك في العروسه اللي انا اتقدمت لها. قال له عروسه ايه؟ قال له البنت دي. قال له بنت ايه؟ انت حته شاب لا رحت ولا جيت انت تتجوز العروسه دي. قال له امال ايه؟ قال له انا اللي هتجوزها ده عروسه زي القمر. قال له تتجوزها؟ انا جايبك تتجوزها لي تاخدها مني؟ قال له لا يمكن. قال له خلاص هروح ابلغ فيك البوليس. قال له تعالى انا وانت على البوليس. راحوا للضابط بقى من شرطه يعني ابلغ في مين مش فاهم. قال امر الله. قالوا له حضرة الضابط الراجل دوت ابويا ابويا خدته معايا يتقدم للواحده قال انا اللي اتجوزها. قال له يا راجل حرام عليك تعمل كده مع ابنك هاتوها عشان اشوف بقى هي هتختار مين منكم. اول ما الضابط شافها قال ايه ده دي اللي انت وابنك هتتجوزوها؟ دي لا تتجوز واحد زيك ولا واحد زي ابنك عايزه واحد عظيم زي ثلاثه اتخانقوا كانوا هيموتوا بعض. قالوا نروح لحاكم البلد. راحوا لحاكم البلد قال لهم يا جماعه ايه يعني واحده لا راحت ولا جت ستات سواها كتير هاتوها انما راح لحاكم البلد في وقت غلط مش فاهم كان مستحامه تقريبا اشوف هي عايزه مين منكم. اول ما الحاكم شافها قال يا نهار ابيض ده انتوا اللي تتجوزوا دي انا اللي هتجوزها ازاي؟ قال لهم انا اللي هتجوز لا يمكن حد يتجوزها غيري. بصت لهم قالت لهم بصوا وراك فراخ بالبصل الاحمر وراك فراخ بالبصل الاحمر وراك فراخ بالبصل الاحمر البصل الاحمر جميل وراك فراخ بالبصل الاحمر البصل الاحمر. الفيديو الثاني جامد استنى شويه انا مش دعوه الجامعه مش زي القمر اللي جايبه من عندي. ابويا انا هموت ان انا اتجوز واحده. قال له تعالى يا ابني من عينيا الاثنين. ابوه راح تقدمه للبنت. بعد ما خرجوا قال له ايه رايك يا والدي؟ قال له رايي ابي يعني بص ابي اب قال له البنت دي. قال له بنت ايه؟ انت حته شاب لا رحت ولا جيت انت تتجوز العروسه دي. قال له امال ايه؟ قال له انا اللي هتجوزها ده عروسه زي القمر. قال له تتجوزها؟ انا جايبك تتجوزها لي تاخدها مني. قال له لا يمكن. قال له خلاص هروح ابلغ فيك البوليس. قال له تعالى انا وانت على البوليس. راحوا للضابط قالوا له حضره الضابط الراجل دوت ابويا خدته معايا يتقدم للواحده قال انا اللي هتجوزها. قال له يا راجل حرام عليك تعمل كده مع ابنك هاتوها عشان اشوف بقى هي هتختار مين منكم. اول بابلو. لا ظابط حاله بجد اللي انت وابنك هتتجوزوها دي تتجوز واحد زيك ولا واحد زي ابنك عايزه واحد عظيم زي ثلاثه اتخانقوا كانوا هيموتوا بعض. قالوا نروح لحاكم البلد. راحوا لحاكم البلد قال لهم يا جماعه ايه يعني واحده لا راحت ولا جت ستات سواها كتير هاتوها وانا اشوف هي عايزه مين منكم. اول ما الحاكم شافها قال يا نهار ابيض ده انتوا اللي تتجوزوا دي انا اللي هتجوزها ازاي؟ وراك فراخ بالبصل الاحمر وراك فراخ بالبصل الاحمر البصل الاحمر. جامد جامد يا جدعان قسما بالله مش ذنبي. يلا اللي بعد. راجل يا جمال حمار انا عملت ايه؟ يلا بينا. ايه ده بوس؟ لا شايفين نمر العربيه وسع الحاج فعلا وسع. لا يلا نيكست ليتس جو. عشان نفسي اموت انتم ابطال عاملين كل واحد يطلع يعمل مهرجان الكروان علي قدور الكروان عصام صوص الكروان مش عارف مين الكروان. يلا وتحكوا كمان و...
وتقولوا ده الكروان انتم كلاب. انا مش عايز اتنمر فاهم، لسه ما وصلناش للليفل ده. يلا تعرف اصلا عارف فكرنا بواحد صاحبي كان بيعمل مهرجانات بقى. جينا في مره ايه اللي هو قبل ما ابدا قبل ما افتح القناه كده اللي هو ايه تاني اعداد تالت اعداد تروس طيب بقى عايزين نلبس ذهب احنا عايزين نعمل مهرجانات ليتس جو مهرجانات مهرجانات نيو. فالمهم ايه قال قشطه قعدنا بقى نكتب سكريبت شهور نتعلم بقى تبقى بروديوسر. بص بعد ما خلاص كتبنا الليركس بتاعت المهرجان كله تمام اتعلمنا ازاي هندسه صوتيه كله تمام خلاص المفروض اني احنا ثلاثه انا هسجل. نمت تاني يوم لقيته بيقول لي جاب واحد تاني وصوره من غيري. انا اللي هو يا اسطى انا اللي كنت مفروض اصور انا اللي كنت مفروض اسجل معاكم المهرجان اللي هو في ايه معلش يا اسطى. المهم المهرجان جاب 1000 2 3 4 المهرجان في الطالع. المهم يا اسطى انا بقى زعلت اكتئبت يا اسطى. لا ده كان اتفقنا انا اللي هعمل معاك انا اللي مش عارف ايه هو. لا يا اسطى اخويا عبدو علاء زعل يا اسطى راح جاي مسح المهرجان. فقلت له يا اسطى انت مسحت المهرجان عادي يعني مش هتفرق ومش عارف ايه وجات احسن يعني. المهم راح جاي منزل مهرجان تاني جاب 14 مشاهده. بس لو يلا اخويا برضه اخويا ربنا ان شاء الله اني فاهم بس كده. اروح لي من يا زمان قول لي خلي محمد قال ورسمي. اروح لي من يا زمان قول لي خلي محمد قال ورسمي. 5 مليون جنيه انت جدك كان شغال يا لا جدك بيعمل كام يا لا. قال نسمع المشكله ان انا خالي اسمه محمد برضه. اروح لمين يا زمان خالي الكلام مش ليك تمام اول حاجه ما يلا بس والله لا حكم فاهم مش معنى ان انا عدته ان انا يعني عايز اسمع حد حاجه ولا اي حاجه. يلا بينا الفيديو اللي بعده. بنحسب انا وصاحب المستر بياخد كام اخر الشهر المستر. حقيقه قسما بالله حقيقه في مره كنا قاعدين في السنتر انا وزمايلي قاعدين فكان ليله مراجعه بقى ويجي 100 واحد على 100 بنت وقاعدين. فهو الاستاذ ايه انا قاعد صاحبي قاعد مركز فبيبص عليا لاني ماسك الاله الحاسبه وعمال احسب جاب كذا بيعمل كذا في كذا. قسما بالله الفيب كان بيشرب فيب ساعتها في قلبي ده بص وقف في زوره اللي هو لا حسد يعني طبعا. كل ما اجي اضحك وين المرتقى بس قول رايك بصراحه ما تتكسفش يعني ما تحرجش من صاحب المطعم ولا كده عادي. احنا حلوه ولا بامان الراجل ده بيفكرني باهلي والله يعني. طيب دوق تاني احنا بنقول عليها مسكره حلوه مسكره وحلوه جميله تمام تمام. هو يا جماعه الراجل اهوت ده لحم الخنزير وقال جميل وكان مبسوط. وايه رايك في لحمه الخنزير احنا بنتكلم عنها مسكره مش من اهلي والله انا ما اعرفه والله ما اعرفه. لما اجيب ميكانيكا على الله حكايته الفرامل يا اسطى دي الفرامل ده انا لما ابقى ميكانيك. ده في الوطن العربي عندنا ده يا عم. هو قال لي دوق لو ما عجبكش ما تدفعش. انا ما عجبنيش انت ضايق تسعه ماشي انا انت دوقت بطيخ وعجبك قدام الناس وبطيخ على الناس بطيخ يا جدعان قدام الناس انا معيش فلوس انا يا عم انا لازم تدفع. ايوه انا بقول لك لا احراج جامد احراج جامد يا جدعان بس الفيديو جامد برضه. هجيبك عارف لو ما عملتش لايك هجي بص زيه بالظبط. انا طالبها هي ازاي يجيبها تاني يوم بقى واحده اللي الواقف وراه خلصونا.
عجل هرب ودي خطه في اغرب موقف العيد في كفر الشيخ. احلى تحيه لكفر الشيخ. ربنا يعوض عليهم. هو ده حصل بتاع فاهم يعني. الراجل جاي بيحاسبني على الفلوس، جاي بعدها لقيت فيها الخمسة جنيه دي، دي ترد مين يا جدعان؟ يعني حتى النصب بقى بالغباء. طب دي 50 ولا 5 ولا ايه بالظبط؟ نصيبك نصيبك هيصيبك. لا والله كريتيف اللي عملها. هو بص حاطط ايه مقدار النص في حته اصلا تستاهل هي النص، فاهم؟ هو حاطط حجم النص في حته اصلا تستاهل النص بالظبط. يعني حتى النصب بقى بالغباء. والله انت الغباء. والله كريتيف اللي عمل 5 جنيه دي، والله جاحد. طب دي 50 ولا 5 ولا ايه؟ لا دي 4 ونص يا حبيبي. تسع بقى هنجيب لكم فلوس منين احنا؟ والله جامد. يلا ليتس جو. اذكر اذكر اشياء تطير من دون اجنحة. جيتي متأخرة. الله يخليك. إذا خلينا نشوف سجال. نعم. جاوبيني على هذا السؤال، اذكري أشياء تطير من دون أجنحة، شنو هي؟ ممكن تكون الملابس. نشرها على الحبل. الملابس؟ ممكن تطير. حب الدين وطير الفوق، يحبوا يقصوا لجناحي. جامد. بقولك ايه بقى، دي لعب على الفيسبوك. بقولك ايه اكثر ثلاث مشاهير يشبهوني عبدو علاء. لو جاب لي ثلاثة اللي هو انا مورا يعني، طيب ولا ايه؟ مش فاهم. انا شبه واحدة من دول. ماشي ماشي يا عم فيسبوك. نيجي بعد اكثر ثلاثة مشاهير يشبهون عبدو. رقم واحد جوزب نور. انا علي كنت سوقت انجليزي قبل كده معلش. رقم اتنين يوف هوب ما انت جابوه ما انت توم كروز. لا انا مش نصر اكيد والله. طب ايش يا جدعان؟ ولو انتوا بتحبوني اعملوا بلناش في الشمال يا لزبين. ولو انتوا بتحبوني اعملوا لايك. وحدين امي اتنين. تسعوا شراك وشير. تسعوا تعمل لايك وشير. ليتس جو. جاية كتير اوه. All my friends are heathens, they can smoke.